السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بانهوف بيرن، المركز الرئيسي للقطارات، العاصمة بيرن. الحركة يعني بالكاد معدومة، فاضي. يعني بالأحوال العادية هاي الساعة بتكون يعني مليانة ناس، مكتظة. حتى السواح ما بيغادروها على مدار السنة، بالبرد بالشوب. سبحان الله، يعني هذا أكثر موقف بيكون عليه أزمة، في عليه شي 10 خطوط باص و10 خطوط ترام. اليوم 23 آذار، اليوم التنين 23 آذار 2020، كورونا يخلي المدن من سكانها. يعني عادة ما يكون هذا الشارع مليان بالبسطات والأكشاك، هذا كله فاضي. هاي بيرن القديمة كمان. يا لطيف يا لطيف، اللهم الطف بعبادك يا رب، اللهم لا ضرر ولا ضرار. مدينة خالية يا عالم. نسأل الله السلام للجميع يا رب يا رب يا الله. اليوم 23 آذار 2020 من محطة زيورخ. هذا الفيديو مسجل لقناة حياتي في سويسرا. طبعا هاي المحطة من أكبر محطات القطارات في سويسرا، وعادة بتكون مليئة بالناس، بس مو اليوم. السلام عليكم اخواتي حبايبي. اليوم الأحد 22 آذار 2020 في أوسترمونديكن، منطقة كتير فيها حركة الأحوال العادية. صحيح اليوم الأحد يعني يكون في حركة على الكنيسة، سيارات، مشاة، باصات. اليوم ما في حدا، العالم كله خايفة من كورونا. نسأل الله السلام للجميع، حسبنا الله ونعم الوكيل. 23 مارس 2020، مدينة أولتن بسويسرا. هاي حركة الشوارع اليوم. هذا المقطع لقناة حياتي في سويسرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع لحياتي في سويسرا من منطقة اسمها أربون وروشخ، كانتون سانجالين وترغاو. 23 آذار 2020.
السلام عليكم أخواني حبايبي متابعين قناة حياتي في سويسرا. هاي حاليا في سانغالين، الحياة كثير ضعيفة، ما في حركة بنوب، هاي بانوب سانغالين. الله يفرج يا رب.